مرحبا بكم أعزائي المستمعين مع حلقة جديدة من برنامج تحليق النسور. ما هو مصدر النور بالنسبة لك؟ هل أجسادنا فقط تحتاج النور أم أرواحنا أيضا؟ تحدث الرب بفم إشعياء قائلا: يا بيت يعقوب هلما فنسلك في نور الرب. وبيت يعقوب في العهد الجديد هي الكنيسة. إذن هناك دعوة لإدراك مصدر النور الروحي وكيفية الاستفادة منه ككنيسة. دعوني أرحب بضيفي الموجود معي الآن على الهاتف من عمان، الأب الربان بنيامين شمعون، كاهن كنيسة مار فرام للسريان الأرثوذكس. مرحبا بك أبونا. أهلا وسهلا عزيزي ليث، مرحبا بك جميع المستمعين الأفاضل. احنا تعودنا بهالفترة أبونا نسمع صوتك وانت تحدثنا عن الكلمات الشهيرة اللي كان يطلقها الرب يسوع المسيح، وهي أنا هو. فسجلنا حلقتين في هاي الفترة، واليوم بنعمة الرب رح نتحدث عن أنا هو نور العالم. السؤال الأول أبونا، أنه مرة قال الرب أنه أنا هو نور العالم، وفي مكان آخر قال أنتم نور العالم. كيف نوافق ما بين الاثنين؟ وهل هو أم نحن نور العالم؟ نعم نعم عزيزي ليث، الحقيقة الرب يسوع دائما في كل كلامه كان هناك تكامل في المعنى. نعم، أبدا ما أتكلم الرب يسوع في جملتين متناقضتين أو متعارضتين، بالعكس، لكن كان دائما مفهومه أنه جملة تكمل جملة الأخرى. الحقيقة حتى نفهم هذا الموضوع لازم نرجع لسفر التكوين الإصحاح الأول. في سفر التكوين الإصحاح الأول عدد 14 الآية تقول: وقال الله لتكن أنوار في جلد السماء، فعمل الله النورين العظيمين، النور الأكبر لحكم النهار والنور الأصغر لحكم الليل والنجوم. فإذا ربنا خلق نورين، الشمس هو النور الأكبر لحكم النهار، وخلق القمر لحكم الليل، وخلق أيضا النجوم. ربنا قال أنا هو نور العالم. طول ما ربنا كان عايش بالجسد في العالم فهو كان نور العالم. نعم، لكن ربنا من صعد إلى السماء أيضا ما ترك العالم بدون نور، وإنما قال أنتم نور العالم. فالمعنى فيه دائما توافق. حتى نفهم هذا الموضوع، المسيح هو نور العالم، لكن هذا النور هو نور ذاتي. نحن نور العالم لسنا نور ذاتي وإنما مكتسب، بالضبط مثل الشمس والقمر اللي ذكرناهم في سفر التكوين. نعم، أن ربنا هو النور الذاتي للعالم. ودائما نشوف حتى في ملاخي مذكور هذا الموضوع، ملاخي 4:2 يقول: ولكم أيها المتقون اسمي تشرق شمس البر والشفاء في أجنحتها. فالرب يسوع هو شمس البر، هو الشمس، هو المشبه بالنور الكبير اللي ينير العالم بالنهار. نعم، لكن الليل والظلمة هي فترة غياب الرب بالجسد. لما ربنا غاب بالجسد صار هناك ليل، لكن مع هذا بالليل القمر يضيء يكتسب أيضا النور من الشمس. ولهذا أنا هو نور العالم معناته الرب يسوع هو بالجسد، أنتم نور العالم بعد ما صعد الرب يسوع أعطانا هذا النور. آمين. طيب أبونا، ماذا يحدث من ينير الرب النفس البشرية؟ حقيقة هذا سؤال جميل جدا. ربنا يقول: ما دام لكم النور سيروا في النور لئلا يدرككم الظلام. النفس البشرية طول ما هي مظلمة بالخطيئة ما تشوف أي عيب أو أي قذارة في داخلها. اللي يحدث بالضبط هو الآتي. تصور معي عزيزي ليث، إنسان لابس خلي نسميها دجداشة أو فد لبس أبيض. نعم، وهو ماشي بالليل واجت السيارة طفر شوية مي على هذا اللون الأبيض ملابسه، وهو بالليل ما راح يشوف كمية الوساخة اللي موجودة فيه.
لما يرجع البيت وينور يعلق الضوء راح يشوف كمية الوساخة والقذارة اللي موجودة فيه. بالضبط هذا الموضوع يصير عندما ينير الرب النفس البشرية. النفس البشرية من ربنا ينير بنور المقدس راح تكتشف كمية وحجم الخطية والقذارة اللي هي فيها، فتقوم تبدي هي تصلح وتنقي هالحياة اللي كانت هي أصلا حياة خاطئة. يعني في رسالة يوحنا 1:7 مثلا يقول: إن سلكنا في النور كما هو في النور فلنا شركة بعضنا مع بعض، ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيئة. إذن النور اللي ربنا يعطيه ينير النفس ويخليها تتبدل، يخليها تشوف مقدار الخطيئة اللي موجودة في داخلها. نعم. طيب أبونا، ما معنى النور في المفهوم الروحي، وما هي معطلات النور في حياتنا؟ بالحقيقة هما سؤالين. السؤال الأول: مفهوم النور في يعني ماذا يعني النور في مفهوم الروحي؟ النور بحد ذاته ما فقط يعني أنه نحن نشعل شمعة أو نضيء لمبة أو كذا. النور في المفهوم الروحي يعني الوضوح، الوضوح على الأقل الوضوح في ثلاث أمور في حياتنا. نعم. الوضوح خلينا نسميها في الماديات، الوضوح في العلاقات، والوضوح في الانفعالات، وأقصد في الانفعالات المشاعر السلبية المخفية. يعني مثلا الوضوح في الماديات إيش أقصد فيها؟ ربنا يقول: ما دام لكم النور سيروا في النور. اليوم الوضوح في الماديات لكن إنسان مسيحي سالك في النور. اليوم كلمة نور معناتها كيف أنت تحصل على دخلك؟ هل بطريقة مشروعة؟ كيف أنت تنفق هذا المصروف؟ هل في النور تنفقه أم في الظلام؟ زين الوضوح في العلاقات، علاقاتك مع الغير، وخصوصا موضوع خلينا نسميه الخيانات، موضوع العلاقات المستترة، موضوع العلاقات اللي هي في الليل في الظلام مع منو أنت؟ نعم. هل علاقاتك كلها فيها وضوح، فيها نور؟ الانفعالات الموجودة في حياة الإنسان أيضا، مثلا الحسد، الكراهية، الحقد، هذه كلها لازم تبرز إلى النور حتى ربنا يريدنا نكون بهالوضوح دائما. يعني مثلا تنقول في أيوب 28:11 يقول: أبرز الخفيات إلى النور. هاي كلها خفيات ربنا يبرزها إلى النور. في يوحنا 3:20 يقول: لأن كل من يعمل السيئات يبغض النور ولا يأتي إلى النور لئلا توبخ أعماله. فإذا مفهوم النور، النور في المفهوم الروحي يعني وضوح في علاقاتك، وضوح في مادياتك، وضوح في انفعالاتك. نعم. نفهم مثلا هون يعني الشيء اللي حصل مع داود في اختباره مع بثشبع، كيف انه هو صنعه بالظلمة. بالضبط. نعم بالضبط بالضبط. يعني ربنا يريد يملأ حياتنا بالنور، يملأها بالوضوح، تكون مكشوفة امام الرب. انا اقصد نعم امام نعم. الرب. يعني حتى في إشعياء 9:2 يقول: الشعب جالس في الظلمة، احنا جالسين في الظلمة، ابصر نورا عظيما. نعم. الجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. أشرق عليهم نور لأنه شوف ربنا دائما في حياته على الأرض ما كان عنده شيء مخفي. صحيح. أبدا. يعني لما قالوا له وقت إقامة العازر قال لهم: دعونا نذهب إلى أورشليم. قالوا له: اليهود كانوا يطلبون يقتلوك. قال لهم: ليست عدد ساعات النهار 12؟ الذي يمشي في النور لا يخاف من الظلمة. صحيح. ليش انتم خايفين؟ احنا ماشيين في النور. فمعناه انه الانسان يكون دائما شفاف في انفعالاته، في مادياته، في علاقاته، في تصرفاته، ويكون امام الله واضح، لانه نور المسيح لما يدخل الى الانسان يكشف كل الامور الخفيه. امين. فعلا ابونا، واتصور حتى بولس الرسول في رسالته الثانيه الى اهل كورنثوس قال: احنا رفضنا خفايا الخزي
غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله مثل ما تفضلت. يعني هو دا يتحدث عن شيء روحي، عن علاقته الشخصية مع الله. يقول بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله، قدام الله، هذا أهم شيء. نعم نعم. وحتى في رسالته الثانية إلى كورنثوس إصحاح الرابع يقول لي أن الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح. كلمة نور هي كلمة كثير عميقة اليوم، يعني نطيق نقول عزيزي، لكن نطيق نقول أنه النور، النور مقصود فيه نور في القلب. نعم. نور في الطريق، يعني ربنا ينور قلب الإنسان، ينور طريق الإنسان، ينور حياة الإنسان فتختلف حياته. أمين. تختلف، يصير من أبناء النور وليس من أبناء الظلمة. أمين. طيب أبونا ما هي طيب أبونا ما هي معطلات النور في حياة المؤمن؟ طيب أبونا ما هي معطلات النور في حياة المؤمن؟ نعم عزيزي ليث، بالحقيقة معطلات النور على الأقل، على الأقل هناك معطلان رئيسيان. نحن حتى نبحث أي شيء في الأمور الروحية لازم نرجع إلى دستورنا اللي هو الكتاب المقدس. نعم. نشوف في الموعظة على الجبل يقول لا يقيدون سراجا ويضعونه تحت المكيال بل على المنارة فيضيء لجميع الذين في البيت. نعم. حقيقة المعطل الأول هو المكيال. من هذه الآية نفهم أن المعطل الأول هو المكيال. نعم. إيش المقصود بالمكيال روحيا؟ المكيال هو إشارة إلى الانشغال الزائد بالعمل، يعني هذا المكيال اللي يكيلوا فيه الحنطة والشعير والبذور وما شابه كان دائما الجالس كان مشغول. فربنا يريد يقول أن المعطل الأول هو الانشغال الدائم. هل النور اللي فيك إذا وضعته تحت المكيال وضعت انشغالك دائما هو أول رح ينطفي هذا النور في حياتك؟ نعم. فكمعطل أول ممكن يكون نقدر نقول الانشغال الدائم اللي هو المشار إليه في المكيال. المعطل الثاني لما نرجع إلى لوقا يحكينا الآية بس بيقول شيء آخر، يقول وليس أحد يوقد سراجا ويغطيه بإناء أو يضعه تحت السرير. نعم. فالمعطل الثاني أنا برأيي هو السرير. السرير يعني تكاسل، يعني التراخي. بالحالتين ما راح يظهر النور. إذا أنت النور اللي فيك وضعته تحت المكيال، يعني خليت مشغولياتك دائما هي في حياتك، راح ينطفي هذا النور. وإذا هذا النور اللي ربنا أعطاك هو حطيته تحت السرير مثل ما فعل داود النبي وتراخى وتكاسل، يقول قبل ما سقطت تكاسلت، فما ممكن يظهر النور في حياتك. نعم. فأنا باعتقادي أن المشغوليات الكثيرة والتراخي الكثير هما أكبر معطلان للنور في حياة الإنسان. فعلا أبونا. نطيق مثلا هم نضيف أنه النظر إلى الوراء يأثر أيضا على أو يعطل النور. الرب قال ليس أحد يضع يده على المحراث وينظر إلى الوراء يصلح لملكوت الله. نعم. بعض الناس يرجعون ينظرون دائما إلى الوراء، إلى من كانوا في حياتهم الدنيوية وكيف كانوا متلذذين بها، مثل الشعب العبراني من أخرجهم للبرية قاموا يشتاقون ينظرون إلى الوراء. اشتقنا إلى القدور اللي كنا نعملها في مصر، وإلى إلى الأكل والطبيخ وكذا. فعلا فعلا. نعم. وما دا يستطيعوا يتخيلوا المكان اللي الرب اللي داعيهم له. هو عزيزي ليت هو لازم الإنسان يفكر أنه ليش ربنا يعطيه النور؟ ليش قال أنتم هو نور العالم؟ نعم. ليش نحن نور العالم؟ يعني أعطناه واضح ربنا أنه نور المؤمن ما يمجد المؤمن، يمجد الرب. أمين. نحن نريد نمجد الرب عن طريق هذا النور اللي عطانه الرب، هالمواهب اللي عطانه الرب، هالذكاء، هالصحة المتنوعة. يقول فليضئ نوركم هكذا قدام الناس لكي يروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. النهاية أنه أبانا الذي في السماوات يتمجد في حياتنا عن طريق النور اللي
نحن لازم دائما نكون كفاعلة صالحين في حقل الرب، ننتج وننمو أكثر حتى اسم ربنا يتمجد أكثر. آمين. ربنا يبارك حياتك أبونا، ونشكرك على إجاباتك الوافية، وبنعمة الرب نلتقي بحلقة مقبلة رح يكون عن ما أنا هو الباب قريبا إن شاء الله يوم غد رح تبث هذه الحلقة. أشكرك نعم أبونا على وقتك. أنا أشكرك على هالبرنامج الرائع وعلى تعب محبتك وخدمتك، وأحب أختم في أنه في آخر إصحاح من الكتاب المقدس اللي هو سفر الرؤيا الإصحاح 22، نعم، عندما ربنا يسمح أنه نذهب حتى نعيش معه، يقول ولا يكون هناك ليل ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس، لأن الرب الإله ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الأبدين. آمين. الحقيقة بالملكوت ما رح نحتاج نور، لأنه نور ربنا هو اللي يملك علينا. وهالحالة اللي أتمناها لكل المؤمنين المسيحيين، خصوصا في هالأيام أيام كورونا فيروس، أنه نحن نرجع من الظلمات إلى النور الحقيقي حتى نعيش مع الرب يسوع على الأرض، ونتأهل أنه نكمل معه بالسماء إلى الأبد. آمين. إلى أن يحين موعد لقائنا المقبل أحبائي، أمضوا في محبة المسيح.